مشاهدي إكسترا نيوز، أهلا بكم في حلقة جديدة من حديث الأخبار. تصعيد جديد داخل غزة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالهجوم على رفح الفلسطينية واحتلال المعبر من الجانب الفلسطيني رغم التحذيرات الدولية من تلك الخطوة لوجود أكثر من مليون فلسطيني داخل رفح، وده بالتأكيد بينذر بكارثة إنسانية. كل ده في الوقت اللي بتواصل فيه مصر جهودها لاحتواء التصعيد ووقف إطلاق النار، خصوصا بعد ما وافقت حماس على المقترح المصري بشأن الهدنة، إلا أن تصعيد حماس الأخير بضرب معبر كرم أبو سالم عقد الأزمة من جديد. الحديث عن تطورات المشهد الآن في غزة والجهود المصرية لمنع التصعيد، برحب بضيفنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ضياء رشوان. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ هام وأهلا أستاذ المشاهدين. أهلا وسهلا. طيب هنبدأ بآخر المستجدات بإعلان مجلس الحرب الإسرائيلي استكمال العملية العسكرية في رفح، على الرغم من أنه حماس كانت قد يعني أعلنت قبولها بالمقترح المقدم من الوسطاء لوقف إطلاق النار، وده كان أعطى مؤشرات إيجابية باستدامة الهدنة. بتشوف ازاي هذا التطور الاخير على الارض؟ طبعا الحقيقه يعني الاول ناس كتير مش فاهمه يعني ايه مفاوضات. مفاوضات في حاله حرب معناها استخدام كل ما بيدي كل طرف من ادوات الحرب للضغط على الطرف الاخر، لان ده هيؤثر على طاوله المفاوضات، وبالتالي المفاوضات عمر ما كان معناها في حاله الحروب توقف الحروب. ده امر يعني لابد من ادراكه، وخاصه انه في معظم المفاوضات اللي جرت يعني في العالم كله في خلال نصف قرن او اكثر الاخير كانت حده الحروب بتزداد لحظه انتهاء التفاوض. ده الطبيعي جدا لانه الاطراف بتتاثر، اللي قاعد على طاوله التفاوض ده مش بيناقش في نصوص ورق، هو بيعكس وضع ميداني موجود في ظهره، وبالتالي الطرفين اللي قاعدين قصاد بعض كل طرف بيضغط بكل قوته العسكريه في اللحظات الحاسمه عشان يجبر الطرف الاخر او يدفعه الى قبول شيء مكتوب في الورق قدامه هو رافضه او متردد في رفضه. دي القاعده العامه عشان كده نفهم فيها كل بيها كل اللي داير مع اقتراب فكره الاتفاق واعلان حركه حماس امبارح انها وافقت عليه. الطرف الاسرائيلي الحقيقه في مازق حقيقي، مازق سياسي ومازق عسكري. المأزق السياسي وده يمكن كان واضح تماما من امبارح انه حركه حماس اعلنت وبشكل بدا مفاجئ لناس كتير، خاصه بعد التحرك القوات الاسرائيليه بدات تحركها لدخول رفح، وده كمان ياكد المعنى اللي كنت بقوله من شويه انه الاسرائيليين قالوا او تصوروا انه الضغط برفح يعجل بقبول حماس لافضل الشروط للاسرائيليين. حماس اعلنت فجاه انها موافقه على المقترح كاملا كما قدم لها. الطرف الاسرائيلي حتى اللحظه بيحاول ان يفهم العالم او الراي العام الاسرائيلي مش ده بالضبط اللي قدم للاسرائيليين، يعني مش ده الورقه اللي وافقت عليها اسرائيل وبالتالي وافقت عليها حماس. دي مساحه ريبه الطرف الاسرائيلي بيحاول يخلقها، لكن هو متاكد انه ما وافقت عليه حماس هو ما عرضوا عليها الوسطاء مصر والولايات المتحده وقطر واللي سبق لاسرائيل الموافقه عليه. بيحاول يستغل وقت الريبه ده للدخول الى مساحه من رفح اللي هي الان شرق رفح، شرق وشرق جنوب رفح اللي هي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح اللي جانبه المصري عندنا. الجانب الاسرائيلي الرساله الاولى بيحاول يوصلها للمجتمع الاسرائيلي ان احنا كنا جادين في لما قلنا هندخل رفح باتفاق او من غير اتفاق. هو ما دخلش رفح بالمعنى اللي كان بيقوله اللي هو الاجتياح الكامل والشامل واجلاء كل السكان، لكن دخل قطاع جزء من رفح، وبالتالي مصداقيته لدى الراي العام السياسي بتكلم عن نتنياهو على الاقل وحكومه الحرب احنا دخلنا رفح. اثنين، ان هو في دخول رفح هو متصور ربما انه في دخول هذه المنطقه قد يعني بعمل اقواس كبيره قوي قد يجد بعض الاسرى او قد يجد بعض القيادات، ده تصوره. وده اللي الاعلام الاسرائيلي بيرغي فيه، يعني ان هو النهارده نتنياهو نفسه قال او مكتبه قال ان احنا يعني مش هنوقف غير لما هنجيب اول اسير. فعنده ممكن يكون عنده تصور او معلومات مغلوطه بانه من الوارد يحقق ده. الشيء الثالث انه ده بيدي اشاره في وقت الريبه برضه اللي هو ما قالش فيه انا موافق انه انا ممكن اطور الهجوم لرفح الكامله الاجتياح، وبالتالي بيحط الحمس الطرف الحمساوي اللي قاعد على الترابيزه على في مساحه ضغط، ده تصوره. الاشكاليه انه
الطرف الآخر حماس الحقيقة أحسنت تماما لما أعلنت امبارح قبول الاتفاق. كون حماس قصفت كرم أبو سالم ده مختلف حوله. طيب قبل ما نروح لده، لكن يعني الحقيقة احنا تابعنا انه جيش الاحتلال بدأ في بالفعل إجلاء السكان إلى مناطق الإيواء والنزوح، السكان في شرق رفح، والحقيقة انه أيضا بيقصفوا الآن أو بيقصفوا يعني مناطق وأهداف في رفح. خطورة التصعيد ده إيه من الجانب الإسرائيلي؟ شوفي، هو هذا السكان نزحوا في هذه المنطقة تقديرات ما بين 50,000 إلى 100,000، دول جزء من رفح. نعم. التصعيد ده خطورته يمكن اللي مصر قالته حالا، يعني حالا صدر بيان المسؤول رفيع مصري صرح للقناة الإخبارية بأن مصر بتتابع باهتمام وتحذر من خطورة التصعيد، والأهم أنه مصر جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات. ده لسه حالا. لأن هذه المنطقة أستاذ الهام متخمة، يعني تبعد مسافة قصيرة جدا عن الأراضي المصرية، وكده أغلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني. هنا برضو لازم أقول عشان في ناس كتير مش واخدة بالها من باقي الصورة، النهاردة أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان عمل مؤتمر صحفي شكر فيه مصر شكرا مباشرا، ويثمن الموقف المصري من زاويتين. الزاوية الأولى أن مصر رفضت وطول الوقت كانت بتحافظ على فتح المعبر، ده كلام حماس مش كلام بعض الناس اللي ما عندهاش علم بأي معلومة وبتتنتحل صفة المدافع عن الشعب الفلسطيني كذبا وزورا. اثنين، حي مصر الآن لأن مصر رفضت أن تفتح المعبر من جانبها حتى يجل الاحتلال عن الجانب الفلسطيني. ده أنا بقول، ده مش رأي أنا، ده مؤتمر صحفي وزيع مباشرة على الهواء. وبالتالي هذه المنطقة الآن تغلق المنفذ الرئيسي للمساعدات الإنسانية أمام قطاع غزة اللي هو معبر رفح. ومعبر كرم أبو سالم هو معبر يسيطر عليه الإسرائيليون، وفتح بضغط من الأمريكان من الرئيس جو بايدن لفترة يعني شهر أو أقل من شهر، والآن أغلق. وبرضه عشان يبقى الكلام واضح، هذا المعبر كان سيغلق سواء هاجمت حماس تجمع الدبابات في كرم أبو سالم أم لا، لأنه العملية العسكرية كانت جاية من هناك. إذن لم يبقى لدخول المساعدات إلا معبر إيرتس اللي هو في شمال إسرائيل، اللي هو معبر فتحته إسرائيل تحت ضغط غربي، وده معبر بتدخل منه أعداد محدودة من المساعدات، وبياخد المساعدات اللي بتيجي من البحر في ميناء أسدود. وبالتالي قطاع غزة مهدد الآن، وده يمكن قاله أمين الأمم المتحدة النهاردة، مهدد بالفعل بانقطاع كل شيء غذائي أو طبي خلال فترة العدوان. ده يضاف يعني ضرر ضخم جدا يضاف الى الاضرار الاخرى اللي هتتعلق بحياه الناس في هذه المنطقه، تتعلق ب يعني المساس بالمصالح المصريه اذا حدث خطا من الجانب الاسرائيلي. وبالتالي هي عمليه الحقيقه غير محسوبه من الجانب الاسرائيلي. نعم. وتعبر عن حاله من الارتباك السياسي والعسكري. طيب مصر ادانت النهارده في بيان للخارجيه باشد العبارات العمليات العسكريه الاسرائيليه في مدينه رفح وما اسفرت عنه من سيطره اسرائيليه على الجانب الفلسطيني من المعبر. مصر اعتبرت ان هذا التصعيد الخطير يهدد حياه اكثر من 1,000,000 فلسطيني بيعتمدوا اعتماد اساسي على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة. بتشوف إزاي هذا الموقف والثوابت المصرية في الدفاع عن القضية الفلسطينية ردا على ما قامت به إسرائيل؟ ده موقف لا يحتاج إلى أي تأكيد، يعني مصر مش محتاجة أبدا. إن إحنا مصر في قلب الصراع الآن، ومصر في قلب الصراع من 75 سنة، ده أمر مش محتاج تأكيد. التأكيد زي ما قلت من شوية يعني لا 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 يؤكد موقف مصر إلا موقف مصر. لكن كمان اللي محتاج إنه حد يعني يؤكد له المواقف المصرية يعود إلى الأطراف الفلسطينية. وأنا ذكرت من شوية حماس قالت إيه في موضوع المعبر اللي هو متداول حوله، ووزارة الخارجية المصرية بتؤكد المعنى اللي كنا بنتكلم فيه من شوية، إنه ده يهدد حياة الفلسطينيين كلهم لانه ما فيش غذاء ولا يعني مواد طبيه هتدخل. حماس اللي بتقول بتشكر مصر لان مصر مش قفلت المعبر، لان مصر رفضت فتح المعبر، عشان بس الكلام يبقى واضح. مصر النهارده رافضه فتح المعبر من جانبها لانه الناحيه الثانيه فيها حرب، هناك قتل، هناك تدمير، وبالتالي لا يمكن يعبر من المعبر دلوقتي لا شاحنه ولا يقدر يجي فرد
مريض من هناك ولا شخص بذو جنسية مزدوجة عشان يعبر عن طريق مصر. حماس اللي بتشكر مصر، بقول هو عشان خلق الله اللي بيتكلموا على الإغلاق، حماس بتشكر مصر على إغلاق المعبر من ناحيتها، لأنه ده في حفاظ على المصالح الفلسطينية. وبالتالي هذا الموقف المصري الحقيقة النهاردة هو جزء منه، وده امر يعني الانباء بتؤكده. احنا عندنا في القاهره دلوقتي وفد حماس وصل من عده ساعات الليله دي، عندنا وفد قطري، عندنا وفد امريكي، عندنا وفد فني اسرائيلي. فني اسرائيلي عشان بيبحث التفاصيل بتاعه الاقتراح وقف اطلاق النار، وطبعا المصريين والامريكان. القاهره الان يبحث فيها التفاصيل الاخيره الليله دي، وبكره هيبقى فيه كلام شبه نهائي. اسرائيل بتسابق الزمن، وعشان كده القاهره بتبعت لها هذه التحذيرات، انه بتقول لهم انه في خطوره في التصعيد، سواء عن طريق وزاره الخارجيه او مسؤول مصري. وبيضيف المسؤول المصري ان مصر جاهزه للتعامل مع كافه السيناريوهات، ده كلام واضح لان مصر قالته اكتر من مره قبل كده، انه هذه المنطقه على حدودنا، وجزء منها فوق معبر رفح، عشان بعض الناس ممكن ما يكونش فاهم الخريطه. ممر فيلادلفيا اللي مصر بتقول محدش يقرب منه من الجيش الاسرائيلي ولا يعمل تمركز فيه، مش في معبر رفح، فوقه ناحيه الغرب، وبالتالي اللي هو يبدا من فوق معبر رفح لغايه البحر المتوسط. اسرائيل حتى الان لا، ما دخلتش ممر فيلادلفيا اللي هو بيننا وبين اسرائيل في معاهده السلام والاتفاقيه الامنيه. مصر حذرت، مصر ربما هذا التحذير ان مصر جاهزه للتعامل مع كافه السيناريوهات مع التحذير، عشان الجانب الاسرائيلي ياخد باله من انه هذه دخول هذه المنطقه بقوات عسكريه يمس اتفاق موقع بين مصر واسرائيل، والمساس بهذا الاتفاق الدوله المصريه عندها سيناريوهات، هي ما قالتش هي ايه، بس لنا ان نتخيل ما هي السيناريوهات المصريه المحتمله. نعم. طيب رئيس مجلس النواب كمان المستشار حنفي جبالي قال ان مجلس النواب يؤيد ويدعم الخطوات الثابته التي يخطوها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه في الحفاظ على الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني، بعيدا كل البعد عن المقامره او المزايده على تلك الحقوق. دلالات الرساله دي ايه، وازاي بتاكد ان الشعب المصري ونوابه بيقفوا خلف القياده السياسيه في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني؟ والله شوفي، ده امر طبيعي جدا، لان في النهايه احنا بنتكلم على مجلس نواب، مجلس النواب ده منتخب بالظبط 95% منه منتخبين، 5% معينين بحكم الدستور. ال 95% المنتخبين منتخبين من الناس اللي قاعده في البيت، سواء رضيوا عنهم او لا، يعني عشان بس نبقى نقول كلام واضح، يعني البعض اختار نائب ما جاش فاختار نائب تاني البعض التاني، في النهايه الناس اللي موجوده دي بتعبر في مجلس النواب او مجالس المنتخبه، بتعبر عن الناس. الناس دي هي الشعب المصري. الشعب المصري حقيقه الامر في هذه المره في هذا العدوان ابرز كل اشكال دعمه، مش بس لقيادته السياسيه، لكل ما طرح من القياده السياسيه، كل ما طرح سواء في الدفاع عن الامن القومي المصري بعدم السماح بالهجره وعدم السماح لاي احد باقتحام الحدود المصريه، او بعدم تصفيه القضيه الفلسطينيه من داخلها، او بما طرح طول الوقت عن وينفذ انفاذ المساعدات الانسانيه على الصعيد السياسي، الاصرار على حل الدولتين. بالتالي المصريين يعني، وده بشكل واضح اللي هو النواب بيعبروا عنهم وبيعبروا عن شكرهم او تأييدهم للرئيس، المصريين لو حسوا بوضوح شديد ان القياده السياسيه بتعمل حاجات هم مش عاجباهم في القضيه الفلسطينيه ما كانوش سكتوا بشكل واضح. ليه؟ لانه الامر مستفز، البيوت كلها بتشوف الدم، بتشوف الاطفال، بتشوف النساء، بتشوف العجائز، بتشوف الجوع، بتشوف كل ده، وتشوف الدمار الشامل. لو المصريين اللي هم قلب الامه العربيه دي، هم يعني قاطره كانت الدفاع مع على مصالحها وعن فلسطين تجاه اسرائيل، المصريين دول ما عجبهمش الكلام ده ما كانوش سكتوا. المصريين دول مش بس نوابهم، نوابهم بيعبروا عنهم، ورئيس مجلس نوابهم بيعبر عن نوابهم وعن شعبهم. المصريين شايفين انه موقف القياده السياسيه يعبر عن موقفهم بالظبط. في قطاع بسيط جدا يمكن من حتى مش الموجودين داخل مصر من اللي هو بيتكلم، اللي كنت برد عليه من شويه، اللي هو الحق مصر قفلت فرفح، الحق مصر المفروض تعمل كذا. انا لا احيل في هذا الموضوع، لو حد عايز حد يشهد لا احيل الا للطرف الفلسطيني المقاوم اللي شاف نقد للموقف المصري من فلسطيني واحد عادي او فصيل واحد فلسطيني مقاوم او سلطه فلسطينيه
يشاور لنا عليه. وبالتالي موقف الشعب المصري يصل يكاد يصل، انا ما بحبش كلمه الاجماع، لكن يكاد يصل هذه المره الى الاجماع، لانه دي قضيه اللي سماها الرئيس قضيه القضايا، وهي طول عمرنا بنسميها قضية القضايا أو القضية المركزية للقضية الفلسطينية. نعم، طيب دور المجتمع الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة فين؟ يعني والقوى الدولية الغربية الحقيقة عليها مسؤولية كبيرة في كبح جماح إسرائيل وآلة الحرب لديها، والضغط عليها لوقف يعني أنشطتها العسكرية الجارية في رفح، خصوصا بعد قبول حماس المقترح المقدم للهدنة وصفقة تبادل الأسرى كمان. شوفي الولايات المتحدة امبارح، وده كان واضح جدا في عدة مؤتمرات صحفية لعدة مسؤولين في الإدارة تحديدا، وكان أبرزهم جون كيربي المنسق العام للعلاقات الخارجية للأمن القومي، سئل ثلاث مرات أو أربع مرات في مؤتمر صحفي واحد حول دخول رفح، وسئل بعدة طرق، هل أنتم مع دخول رفح واجتياح؟ هل أنتم مع دخول في عمليات نوعية في رفح؟ هل أنتم مع عمليات محدودة في رفح؟ الإجابة في الأربع مرات كانت أن الرئيس بايدن لا يشجع ولا يوافق على دخول رفح. وهذه هي الإجابة الأمريكية الآن. الولايات المتحدة الأمريكية الآن وهي طرف في التفاوض، واللي بيمثلها في رئيس المخابرات المركزية الأمريكية اللي هي الجهة الاستخباراتية الاستطلاعية الأمنية الأعلى في السياسة الخارجية الأمريكية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية مدركة أن موافقة حماس على الاتفاق بكل تفاصيله اللي اطلعت عليها الإدارة الأمريكية ممثلة في المخابرات المركزية هو مكسب كبير، وهذا المكسب الكبير لا يجب أن يطيح به مغامرة إسرائيلية في رفح. الرئيس الأمريكي البعض يرى أنه هو منحاز لإسرائيل، وهو كذلك، لكنه منحاز لنفسه أكثر من إسرائيل. الرئيس الأمريكي في وضع انتخابي حرج، الرئيس دونالد ترامب الرئيس السابق بيحاكم الأسبوع الثالث في محاكمات جنائية حوالي 39 قضية، ويعني نقول إيه الإعلام الديمقراطي أو الإعلام المتابع للحزب الديمقراطي والإعلام الأمريكي ما عندوش حاجة داخليا بيعملها تقريبا دلوقتي غير إن هو يعني يسوق ويبرز كل سوءات دونالد ترامب. وبالرغم من هذا استطلاعات الرأي، وهو ما بيعملش جولات انتخابية حرم منها لأنه ما عندوش وقت، أربع أيام بيحاكم في الأسبوع، وبالرغم من هذا استطلاعات الرأي الأولية بتقول إنه ترامب متفوق على بايدن حتى الآن حتى اللحظة. استطلاعات الرأي بتقول إنه داخل الحزب الديمقراطي هناك مشاكل كبيرة في شريحة الشباب تجاه الرئيس بايدن. الرئيس بايدن عندما يرفض رفح دخول الاجتياح المجازر اللي هتحصل، هو يحافظ على ما تبقى له من سمعة داخلية تتعلق ب طبعا الانتخابات الأمريكية، مش بس السياسة الخارجية، لكن السياسة الخارجية الآن هي صراع الفلسطيني الإسرائيلي. السياسة الخارجية الآن اللي بتؤثر بنسبة مش بطالة لكن تنجح وتسقط داخل أمريكا هي تتعلق بسلوك إسرائيل. الرئيس الأمريكي نفسه من أربع شهور قال إن سمعة أمريكا في العالم تضررت من سلوك إسرائيل والمجازر، وبالتالي هو مش عايز يوصل لهذه المرحلة، وعليه ضغوط داخلية من قطاعات مختلفة وعليه ضغوط دولية. وإحنا بنتذكر مع بعضنا إنه رفح الحقيقة، عشان برضو الكلام يتقال بصدق، يعني عمر الولايات المتحدة الأمريكية في لحظة من اللحظات ما وافقت على رفح، كل مرة كانت بتتكلم بشرط من الشروط، لكن امبارح كان الكلام أشد. كون إنها بتصمت قليلا عن ما يجري الآن في شرق وجنوب شرق رفح، اللي هي عملية صغيرة نوعية لكنها خطيرة لأنها في مكان حساس بالنسبة للحدود المصرية الإسرائيلية أيضا، وبالنسبة لوجود نازحين، لكن ليست بالنسبة للرئيس الأمريكي شيء يسبب ضرر لعدد ضخم من السكان، وبالتالي يتحمل هو وزر المذابح والمجازر المتوقعة اللي كان يعني ناس كتير متوقعينها، وبالتالي هم يصمتون قليلا في ظني على أمل أنه الجانب الإسرائيلي بكرة مجلس الحرب أو الكابينت هيجتمع هيعلن موقفه من موافقة حماس. هو ربما بيعطي الجيش الاحتلال ودولة الاحتلال كم ساعة يبيضوا فيهم شكلهم زي ما قلت لك، ويقول للرأي العام الإسرائيلي أنا هو دخلت رفح ولا همني، لكن يقينا بعد توقيع الاتفاق ولمدة الاتفاق اللي هو بيقال انها ثلاث مدد في 42 يوم، يعني بيتكلم على اربع شهور وشوية، ما فيش حاجة اسمها رفح، خلاص انتهى القتال، لانه
أوقف القتال لا في رفح ولا في غير رفح، وبالعكس حسب نصوص المنشورة على الأقل المتسربة للاتفاق هيبقى في انسحابات إسرائيلية من بعض المناطق في غزة ومنها أيضا منطقة الجنوب. يعني احنا بنشوف ان هناك يعني على الرغم من انه في رفض دولي واقليمي لهذا الهجوم يعني على رفح، لكن في مراوغه وفي هروب من الحلول المطروحه لوقف التصعيد من قبل طبعا حكومه نتنياهو، من قبل نتنياهو وحكومه الحرب. بتشوف ازاي تعامل الموقف الدولي خلال الايام القادمه مع هذا التهرب من الوصول لاي نوع من الحل من الجانب الاسرائيلي؟ شوف، هو التهرب لم يتضح بعد للعالم، ليه؟ لأن الفترة وجيزة، احنا موافقة حماس كانت امبارح في حدود الساعة بتوقيت القاهرة 7 تقريبا بعد الظهر، احنا مر على ده حوالي 28 ساعة حتى الآن. إسرائيل زي ما قلت بتبعت رسائل متضاربة، بتخلق منطقة غموض تحت منطقة الغموض، تدخل رفح جزئيا عشان تحقق اللي احنا قلناه، وبالتالي الموقف العالمي والدولي مش هيتضح من المواقف الإسرائيلية إلا أن ما يحصل حاجتين. الحاجة الأولى أنه بكرة في القاهرة المتفاوضين وعلى رأسهم الجانب الأمريكي يقول أنه ما وافقت عليه حماس هو ما عرض عليه، وبالتالي هو اللي عرض على الجانب الإسرائيلي، يعني ما فيش تعديل من حماس في تفاصيل، هي وافقت على اللي اتعرض عليها، إن الأمريكان هم اللي عرضوه وشافوه واللي عرضوه على الإسرائيلي. الأمر الثاني أنه الـ 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 الأطراف الأخرى الطرف الامريكي برضو يطلب من اسرائيل في ظل هذا اعلان موقفها، انه خلاص ده النص ده الوثيقه دي هي اللي انت اتعرضت عليكم ويعلن ده للكافه، وبالتالي حماس وافقت على اللي انتوا قلتوا عليه، وانه يتلو ده طلب مباشر من الاسرائيليين باعلان الموافقه او عدمه. الحقيقه نتنياهو في وضع لا يحسد عليه، لانه هو عنده الان لخبطه كبيره جوه التحالف بتاعه، التحالف الحاكم، وعنده الاثنين الممثلين الصهيونيه الدينيه سواء سموتريتش او بن جفير شايفين ان اي اتفاق غير موافق عليه وهددوا بترك الحكومه. عندنا جانز راح بعيد عنه وبعدين رجع له في 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 بخصوص الاتفاق، بس وزير الدفاع جالنت موافق على الاتفاق ورافض اي رفض له. طيب نتنياهو بيفكر في ايه؟ في ظن نتنياهو مش بيفكر في الاتفاق، بيفكر في ما هو الموقف من الاتفاق اللي يحفظ له أغلبية في الحكم. يعني لو هو وافق ده ممكن يخسره مين، فيسقط تسقط التحالف الحاكم، يقل عن 60 عضو في الكنيست فالتحالف يسقط، تبقى في انتخابات مبكرة. طب لو رفض مين اللي ممكن يبقى معاه في الرفض يكفي لتحالف حاكم وبالتالي يكمل بيه؟ نتنياهو في ظني من امبارح بيدور مكنة التفاوض عبر نصوص الاتفاق عشان يشوف يا ترى هيقدر يكمل الحكم مع مين وباي موقف. لو هو عليه شخصيا هو شخص متطرف فهو مش عايز الاتفاق، يعني ليه؟ لانه الاتفاق بينص فيه زي ما سربت الاخبار، ما بيقولش وقف اطلاق نار من اول لحظه، بيقول حصول حاله من التهدئه المستمره بما يؤدي الى ايقاف العمليات العدائيه، يعني وقف اطلاق نار نهائي. هو مش عايز ده، هو احلامه واوهامه اكبر من هذا، لكنه راجل واقعي، هو متطرف بس واقعي، والا ما كانش بقى اطول عمر رؤساء وزراء اسرائيل، واقعيته وتحالفاته الكتيره. فهو بيبحث دلوقتي في ظني عن مين الجهات اللي هتحافظ له على تحالفه الاغلبيه، والاغلبيه دي هتيجي من موقف رافض ولا موقف قابل. الارجح ان الاغلبيه هتيجي من موقف قابل للاتفاق، خاصه انه زي ما قلت الامريكان مش ما عندهمش استعداد لافشال الاتفاق ده دلوقتي، اللي هو الاتفاق يعني اللي الكل كان بيبحث عنه. مصر يعني عملته بعبقريه الحقيقه في التفاصيل بتاعته، وشهرين شغل عليه دلوقتي على الاقل، لانه هذا الاتفاق لو انفجر الموقف كله هينفجر، وبالمناسبه مش هينفجر بس فلسطينيا، موقف هينفجر اقليميا، والرئيس بايدن لا الولايات المتحده الامريكيه داخليا ولا اوروبا الغربيه داخليا ولا الولايات المتحده في المنطقه ما حدش عنده استعداد انه بعد ما يعني هدئت المواجهه الايرانيه الاسرائيليه بطرق كثيره، ما حدش عنده استعداد ان المنطقه تنفجر في غزه، والضفه هتنفجر مباشره لانه الوضع في الضفه على يعني حافه هويه، وده قد يستتبعه انفجارات كثيره
في المنطقة، وبالتالي يعني دي أتمان الحقيقة هيدفعها السلم والأمن الدولي والمنطقة كبيرة جدا جدا جدا، والأمريكان أول ناس مدركين ده، وبالتالي هيحاولوا بقدر الإمكان أنه موقف الرفض ما يحصلش، نتنياهو بقى يدبر أموره في التحالف الحاكم اللي هيوافق معاه على ده ويحافظ بيه على أغلبيته. دي مشكلته مش مشكلة الأمريكان. نعم. ولا مشكلة. طيب أنا هستأذن حضرتك إن إحنا نروح نتوقف أكثر على الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح، ومعانا مراسل أكسترا نيوز من هناك عوض الغنام. أهلا بك يا عوض، ويعني صف لنا المشهد اليوم لديك. خالص التحية أستاذتي الغالية سعيد أن أكون معك بحضور أستاذي الكريم الأستاذ ضياء. المشهد هنا يعني يسوده الصمت عند حدود قطاع غزة بشكل مباشر، حدود النار واللهب، لكن تتقطع أو يتقطع بين حين وأخرى هذا الصمت انفجارات هنا وهناك على طول المسافة الحدودية ما بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية. نتحدث عن 14 كيلو أستاذ ريهام. لا لم يتوقف منذ منتصف الليل الانفجارات على مدار الساعة، سواء صوت المدفع أو انطلاق الصواريخ من الطائرات بشكل مستمر، ولكن ازداد ذلك عند الساعات الأولى من فجر اليوم. عند منتصف ليلة أمس دخلت عدد من المدرعات والدبابات محيط معبر رفح، ثم قبل ذلك كان معبر كرم أبو سالم، وغادر العاملون والموظفون في هذان المعبران هذه الأماكن قبل ساعات قليلة من اقتحام هذه القوات. والوضع هنا كما هو معروف بات مغلقا من الجانب الآخر، حال هذا الإغلاق دون عبور أي من الجرحى والمصابين الفلسطينيين وهم بالألاف. وكان اليوم كنا في انتظار أن يعبر عدد أو أرقام محددة 140 مصابا وجريحا إلى الحدود المصرية، وكانت هناك حالة استنفار من قطاع الإسعاف المصري ووزارة الصحة المصرية مهيئة تماما للتعامل مع أي جريح أو مصاب يتم نقله إلى حيث نحن متواجدين الآن والتعامل معه بشكل مباشر. طبعا وجود القوى الاحتلال الآن في المعبر الفلسطيني من الجانب الآخر حال دون ذلك بشكل كبير. الأمم المتحدة استنكرت ذلك من خلال مكتبها في غزة، وأعربت عن وجود أزمة قد تكون خلال الساعات القادمة مع نفوذ الوقود. تعلمين بأنه مرورا منذ عدة أشهر وهناك يمر من هذا المكان 6 سيارات محملة بالطاقة بمواد الطاقة، 4 سيارات سولار وسيارتان بالغاز. هذا الوقود هو عماد حركة المنظمات الإغاثة الدولية داخل قطاع غزة، لأن هذا الوقود الذي يعبر بشكل يومي عند الساعات الأولى من صباح كل يوم من هذه البوابة التي تظهر خلفي إلى الجانب الآخر في المستودعات الاستراتيجية التابعة للأمم المتحدة، هي التي تمثل جوهر حركة المركبات التابعة للأمم المتحدة من خلال نقل المساعدات من المخازن والذهاب بها بعيدا في كل أنحاء قطاع غزة من جباليا حتى رفح، وبينهم عدد كبير من أماكن النازحين والمخيمات. فالإنذار يبدو أنه سيكون مهما يعني يجب أن يتم العمل عليه خلال الساعات القادمة حسب توصيف مكتب الأمم المتحدة داخل قطاع غزة. وإن كانت هناك أخبار صادرة عن البيت الأبيض عن قرب إدخال أو عودة مرة أخرى دخول مواد الطاقة، لأن هذا الاتفاق بالمناسبة كان ما بين الأمم المتحدة من جانب مع تل أبيب من جانب آخر بضمانة أمريكية، وأيضا نفس البيان أعلن عن قرب عودة دخول المساعدات مرة أخرى من كرم أبو سالم بعدما توقف لمدة 48 ساعة. ونتمنى خلال الساعات القادمة أن يتحقق الوعد الأمريكي. أما عن الأماكن تحديدا الذي يزداد فيها القصف فهي في الجانب الآخر على يميني مباشرة، منطقة يعني رملية واسعة شاسعة للغاية، يتعمد الاحتلال القصف فيها سواء بالمدفعية أو بالطيران، تحت دعوى أن هذه المناطق ربما بها أنفاق، ربما يتواجد بها عدد من الأسرى حسب توصيفهم، أو ربما بعض القوى اللواءات الأربعة التابعة لحماس. فالقصف مستمر ولم يتوقف على مدار الساعة. النقطة الأخيرة هي خاصة بأوضاع الجانب الصحي في الجانب الآخر والأرقام التي تأتينا والتقارير من الناحية الأخرى. الأمر هناك مستعصي للغاية مع ندرة المستلزمات الطبية الضرورية، في ضوء أنه لا يوجد إلا مستشفى وحيد فقط يعمل في هذا التوقيت، وهو كان عبارة عن مستوصف وليس مستشفى. نعم. بالمعنى يعني، وهذه المستشفى هي المستشفى الكويتي، يعاني الآن من قلة المستلزمات الطبية في ظل المعاناة التي ما زالت مستمرة حتى الآن. وبالمناسبة القصف لا يأتي من الجو فقط والبر من خلال المدرعات، ولكن أيضا الزوارق البحرية الإسرائيلية من الجانب الآخر، يعني في نفس التوقيت تقوم بقصف قطاع غزة وتحديدا هذه المنطقة التي نحن على بضع أمتار منها حيث منطقة شرق رفح. غدا ستتكشف لنا الصورة في ضوء يعني حضور الوفود الخاصة بال
المفاوضات والأمل الكبير لدى الفلسطينيين على الموقف موقف القاهرة تجاه إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ضوء الأزمة الإنسانية التي تتفاقم داخل قطاع غزة. زميلي عوض الغنام بشكرك ودائما معنا طبعا في كل الفعاليات الهامة أو خليني أقول كل الأحداث المهمة. أنا بشكرك شكرا جزيلا. طيب هرجع لحيتك أستاذ ديا. الرئاسة الفلسطينية النهاردة قالت يعني أنه احتلال إسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني هو بيدفع الأمور إلى حافة الهوية، وحملت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية هذا الأمر بل وطلبتها بالتدخل لمنع هذا الاجتياح. قل لي متوقع أنه يكون فعلا يعني في استجابة وفي تدخل من الجانب الأمريكي؟ شوفي الجانب الأمريكي زي ما كنا بنحلل منذ قليل هو ما كانش مع دخول رفح نتيجة الخسائر الضخمة بالفعل، لكنه أغمض عينه مؤقتا عن هذا الدخول المحدود في هذه المنطقة. وهذا الدخول المحدود يمكن أخونا يعني مراسلكم المتمكن عوض الغنام أشار إلى ما يعتقده الإسرائيليين، كنت بقول عليه من شوية. الإسرائيليين بيعتقدوا أن المنطقة دي فيها أنفاق، فيها أسرة وفيها خيالات، يعني ده تقديرهم، ويعني رايحين عشان يطلعوا بصيد سمين من المنطقة دي، وبالتالي يغلقوا ملف رفح كلها عدم دخولها بحاجة تقيلة في إيديهم. الأمريكان سابوه، لكن الشيء العرض الجانبي الأهم في موضوع دخول هذه المنطقة هم عرضين. الأمريكان في عرض منهم فورا يعني مضطرين للتعامل معاه بشكل علني، وهو أنه فتح المعبر لدخول المساعدات من الجانب المصري، فتحه من الجانب الفلسطيني طبعا، لأنه ما فيش معابر أخرى. كرم أبو سالم هو عوض بيقول أنه هيفتح مرة أخرى، لكن كرم أبو سالم مش هو المعبر الرئيسي اللي تدخل منه مئات الشاحنات. وبالتالي الأمريكان تحت ضغط دولي بدأ بالفعل، الأمين العام المتحدة عبر عن انزعاجه الشديد وطلب فورا أن يفتح المعبر من الجانب الفلسطيني عشان المعبر. الشيء الثاني اللي هيخلي الأمريكان، وبالتالي أنا أتوقع أنه الإسرائيليين هيقولوا لهم عجلوا بالعملية، مش بس عشان المعبر يفتح بسرعة، لأن مفاوضات القاهرة هتنتهي غالبا بكرة، فلازم يبقى في شيء يعلن، فمش هينفع في قتال وفي وقف القتال، لازم الإسرائيليين فعلوا خلصونا بسرعة. لأنه السبب الثاني وهو أنه لا يزعجوا ما بين قوسين مصر، ده التعبير المهذب اللي بقوله، يعني الإسرائيليين كده بيزعجوا مصر، ومصر زي ما قلت من شوية تصريحاتها واضحة أنها بتحذر من التصعيد وخطورته، وأنها مصر جاهزة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة. المنطقة دي حساسة للغاية، وإسرائيل والأمريكان يعرفوا أكتر، وزي ما قلت أكتر من مرة قبل كده، إسرائيل لا أظن أنها ستكون حمقاء، بلاش حمقاء، مجنونة بما يكفي لإضاعة 46 سنة سلام مع مصر من أجل أشياء غير مؤكدة في إيديهم، ومن أجل مغامرات مجنونة يقوم بها جيش بقيادة سياسية جزء منها متطرفين توراتيين زي بن غفير وسموتريتش، يعملوا إرباك استراتيجي في المنطقة. الموضوع مش إنه مصر وإسرائيل في معاهدة سلام، مصر وإسرائيل في معاهدة سلام ده عبارة عن أسس وضعت في الشكل الاستراتيجي للمنطقة كلها من 45-46 سنة، وقامت عليها بعد كده كل الترتيبات والحسابات الأخرى فيما يتعلق بهذا النزاع أو الصراع. وبالتالي أنا أظن الولايات المتحدة ومعها المجتمع الدولي هيضغطوا عشان المعبر يتفتح، عشان معونات غزية طبعا. بس عايز أحذر من حاجة، إحنا المعبر قبل ما تنتظم دخول المساعدات كان الطرف الإسرائيلي قصف 4 مرات بس، المرة دي بيقصف الله أعلم قد إيه، الناحية التانية عند فلسطينيين، فدمروا الطرق اللي بتمشي فيها الشاحنات، فمصر أرسلت فرق فنية صلحت الطرق عشان الشاحنات تقدر تعدي. نحن لا نعلم الآن إلى أي مدى تضرر المعبر بطرقه اللي بتعبر عليها الشاحنات والعربات الإسعاف وغيرها من الناحية الفلسطينية. يجوز الأمر يحتاج إلى أيام من الإصلاح، ما نعرفش، ما فيش أي مراسل أو رانا من الطرف الفلسطيني حالة الضرر شكلها إيه، هل المباني اللي بيدخل منها اللي هي المقرات الفلسطينية للمعبر، اللي بيدخل منها المرضى، بيدخل منها ذوي الجنسية المزدوجة، يعني المصابين، كل ده هل تضرر وانتهى؟ فبيحتاج الأمر أيام. وأنا لا أستبعد أن الطرف الإسرائيلي اللي هو بيتبع دايما سياسة الأرض المحروقة أنه وهو معدي يكسرها فيسيبك عطلانة 3-4 أيام، بيبقاش هو اللي عملها، هو خلاص التفجيرات يعني دمرناها في المعركة.
فتصلح هي 3-4 ايام تتوقف فيهم المساعدات. لكن انا اظن انه ده هيبقى دافع رئيسي المساعدات. اثنين، تجنب اي ازعاج لمصر من الجانب الاسرائيلي. نعم، بعض التقارير بتشوف ان اسرائيل يعني من المتوقع ان هي ما توقفش انشطتها العسكريه على رفح لحين توقيع اتفاق الهدنه، علشان تقدر تحقق اكبر قدر من المكاسب، وان هي طبعا هتكثف ضرباتها اكتر كمان علشان توصل لافضل صيغه ممكنه عند توقيع الاتفاق. شايف الامر ده ازاي ومتفق مع هذا الراي ولا لا؟ ده كلام صحيح تماما، وهو بكلام قلته في اول القعده. ما حدش بيبطل اطلاق نار غير لما يوقع أول حرف من اسم على الاتفاق. ده طبيعي جدا، وكل الحروب كده. بالمقابل إسرائيل هتفضل طبعا، أو قبل المقابل هتفضل في عملية رفح بما لا يتجاوز المنطقة المحددة أو مناطق صغيرة، بما لا يؤدي بها إلى عملية اجتياح كاملة، لأنه الاجتياح الكامل هناك مشاكل دولية مع الأمريكان، مع المصريين، مع المجتمع الدولي، مع الأمم المتحدة، فمش هيوصل للمساحة دي. فهيفضل يعمل عمليات بالشكل ده لغاية آخر لحظة يوقع فيها الاتفاق. بس من المقابل، عشان بس ما توقعش أنه الطرف الفلسطيني هيفضل يتفرج، أنا متوقع عمليات نوعية أيضا من المقاومة الفلسطينية خلال نفس الفترة، سواء في منطقة الوسط في نتسليم زي ما حصل من 3 أيام، أو في مناطق متخمة لقطاع غزة بمنطقة الشرق أو منطقة جنوب الشرقي، أو في أي مناطق أخرى، لأنه الطرفان بيضغطوا على بعض، ومحدش يفتكر أنه ده إفساد لأي حاجة. ما إسرائيل كده، لو إحنا قلنا أنه كرم أبو سالم كان إفساد للمفاوضات، طب اللي بتعمله إسرائيل دلوقتي إيه؟ نوصفه بإيه؟ ده المفاوضات شغالة، وهي بتدخل رفح اللي هي ما بين قوسين الخط الأحمر، وبالتالي الطرفين، اسرائيل هتكمل في حدود عدم الاجتياح الكامل، في تحقيق مكاسب نوعيه حسب رايها، هتتجنب بنصائح وتحذيرات مصريه ازعاج مصر، هتضطر لفتح المعبر من الناحيه الثانيه قريبا جدا حتى لو كان دمر، وفي نفس الوقت المقاومه هتقوم بعمليات نوعيه، وهذا حقها في التفاوض. التفاوض يعني اضغط على اللي قدامي، مش هو يضربني وانا طبطب عليه وبالاخر اوقع وانا غصب عنه. نعم، طيب هل أصبح نجاح هذه الصفقة مهدد؟ يعني فكرة أنه إسرائيل طيب بتضغط علشان تقدر تحقق أكبر قدر من المكاسب، هل ده ما بيهددش نجاح الصفقة؟ يعني لا يهدد إطلاقا في رأيي. بصي حضرتك، لا يوجد للطرفين الآن سوى هذه الصفقة، ولا يوجد لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية سوى هذه الصفقة. وبدون هذه الصفقة اللي هو بيسموها تكلفة الفرصة البديلة، تكلفتها هائلة هائلة. الصراع اللي شافه احنا النهاردة أستاذة إلهام، احنا في الشهر الثامن، بدأنا الثامن خلاص، إسرائيل بتقترب من الرقم القياسي بتاع حرب 48، كانوا 9 شهور و3 أسابيع، احنا في الثامن. الشهر الثامن لو حدث فيه انهيار لمفاوضات جرى يعني السعي عليها شهور، ومصر استطاعت بحنكة كبيرة جدا انها تحط تصور يرضي الطرفين بشكل معقول ويحقق الاغراض الاساسية كمان للشعب الفلسطيني، اللي هو بشكل واضح عدم احتلال غزة، يعني هيحصل انسحابات منها، مش هيفضل فيه جنود اسرائيليين، وعودة السكان لاماكنهم، واعمار غزة، والافراج عن اسرى. حضرتك لو انت يعني الناس مش واخدة بالها من الارقام المتداولة حتى الان، انه 31 اللي هيفرج عنهم، يعني كل اسير اسرائيلي هيفرج عنه 30، الدفعه الاولى بيقولوا 33 شخص، هيفرج عن 1000 في اول دفعه، منهم من ال 30 دول 20 من المحبوسين العادي و10 من المؤبدات. المؤبدات دول قيادات يعني مقاتله ومناضله فلسطينيه، اقل واحد واخد له 5 مؤبدات واكتر واحد واخد 67 مؤبد. دول دي انجازات كبرى في الطرفين، وبالتالي كل الاطراف الدوليه بما فيها إسرائيل وبما فيها حماس لا يوجد أمامها من بدائل لهذا الاتفاق. هيحدث ضغوط كما ذكرت على الترابيزة، وضغوط في الكواليس، وضغوط ميدانية قتالية، عشان كل طرف يحسن لآخر لحظة أفضل ما لديه. لكن لا يوجد طرف إفساد الاتفاق عند أحد. حتى حضرتك لو بتشوفتي امبارح، وشفنا كلنا، احنا شفنا مشهدين في داخل إسرائيل وفي داخل غزة. في داخل غزة شفنا الناس مبسوطة، والأطفال والسيدات يعني شعروا بأنه عبء القصف هيقف،
الموت هيقف، الاحباء مش هيموتوا تاني، الدمار هيفضل 10 سنين بس هنفضل بدون دمار اضافي. فطلعوا فرحانين، الاسرائيليين طلعوا زعلانين. ليه؟ انه اهالي القصر زعلانين خايفين ان نتنياهو يرفض الاتفاق وان يفضل اولادهم يروحوا يموتوا في غزه. الاثنين طالعين لنفس السبب، بس واحد فرحان لان الطرف اللي بتاعه موافق اللي هو حماس، والتاني زعلان لان الطرف اللي يخصه نتنياهو موافقش. اذا احنا عندنا على الصعيد، ما بقولش ده قياس نهائي لحاله الشعبين، يعني انه الناس كلها هنا زعلانه او هنا فرحان، لكن ده يدي حضرتك مؤشرات على انه الاتفاق دلوقتي ما فيش بديل له. فكره النصر الحاسم، النصر يا فندم بيعرفوه في الحروب اللي زي دي بالنسبه لحركات مقاومه، النصر بالنسبة لحركة المقاومة ألا تستسلم وتنهار، مش أنتهى، مش أنها تدخل تل أبيب. الهزيمة عند الطرف الدولة اللي هي دول كانت بتحارب مقاومات، يعني دول أوروبا كلها، فرنسا، بريطانيا، الهزيمة عندها ألا تستطيع إنهاء المقاومة. وبالتالي حتى الآن بالتعريف الكلاسيكي، حتى الآن بغض النظر عن تفاصيل مهمة جدا وشهداء عددهم ضخم جدا وتدمير هائل حصل، حتى الآن إسرائيل ليست منتصرة. البعض بيقول طبعا الشهداء، هو احنا يعني منذ متى الشعوب بتتحرر بنزهة خلوية؟ احنا الشعب العربي، الجزائر كان يسكنها 12 مليون، من 11 ل 12 مليون، استشهد منها 1.5 مليون، استشهد من الجزائر 15% من الشعب الجزائري. احنا بنشيد بده والجزائريين فرحين بده. وبالتالي نرجو بس من ناس كتير انها في هذه اللحظات تبقى يعني عينينا متوجهه لهدف محدد. الهدف المحدد وده اللي مصر بقوله بشكل واضح وصريح، مصر نجحت لاول مره في حاجتين كبار جدا، مش عايزين نضيعهم في تفاصيل صغيره البعض يعني بيشوفها. الشيء الاول انه ايقاف حاسم لتصفية القضية الفلسطينية بالتهجير، وبما فيه طبعا ده حماية أمن مصر القومي، وده أمر قاده رئيس الجمهورية من أول بالضبط 3 أيام فأصبح حديث العالم. الأمر الثاني أنه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ده قبل القعاد على الترابيزة عشان نتفاوض، لا، الدولة أولا، مجلس الأمن، بذكر نفسي وبذكر الناس أنه أول من أعلن ده في الفترة الأخيرة هو رئيس الجمهورية، ومجلس الأمن في اجتماعه الأخير لم يرفضه إلا الولايات المتحدة. التحالف الغربي كله، اما بريطانيا امتنعت وسويسرا امتنعت، التحالف الغربي وافق، الدول الحليفه كوريا، اليابان، فرنسا، دي مكاسب اللي هيتناساها بيبقى نسي جوهر الحكايه. وبالتالي هذه حرب استقلال فلسطين زي ما سميتها. حرب استقلال فلسطين تستحق منا صبر، تستحق منا جميعا ان نشوف ايه الجوهر اللي تحقق، ما نضيعش مكاسبنا. مكاسبنا عدم تصفيه القضيه الفلسطينيه، ده كان شعار مصري وهدف فلسطيني عملناه. الاعتراف بالدولة الفلسطينية قربنا، كان طرحا مصريا وهيتحقق قريب جدا. اذا الباقي كله لابد ان احنا نشوفه من الزاوية دي، كل ما هو سلبيات ترى وتعلن، لكن بما لا يؤثر على المسار الحقيقي. مصر مش هتاخد المواقف دي يا استاذ ريهام الواضحة واخرها دلوقتي وهي بترى ان الامر عبثي. ايوه، مصر من اول امبارح الحقيقه وهي مكثفه كل الاتصالات والمجهودات مع كل الاطراف، خصوصا طبعا اسرائيل، حماس، ايضا الولايات المتحده الامريكيه، للحفاظ على مسار المفاوضات والوصول لانه اتفاق الهدنه ووقف اطلاق النار يصبح واقع على الارض. الدور المصري منذ البدايه الحقيقه ومستمر لحد ما احنا بنتكلم وسيستمر كمان يا استاذ ضياء. يعني شفت ازاي كمان اهتمام العالم بهذا الدور المصري والمقترح المصري اللي اشارت اليه الولايات المتحده الامريكيه بنفسها ودعمته. وصف ان احنا مش ببحث العالم شافنا ازاي، العالم تعامل مع اللي احنا عايزين بنعمله ازاي. صح. بمعنى الاقتراح المصري لو هو اقتراح تقليدي كلاسيكي من الاقتراحات اللي بتحط على الترابيزات، وبالتالي كل طرف يبص لها، الطرف الاسرائيلي والحماسي، لا يجد فيها شيء يعني يفيده، ما كانش طرح اصلا. طبعا الاقتراح المصري نتيجه هذه الخبره، خبرة الحرب والسلام، خدنا حروب عديدة، خدنا مفاوضات سلام عديدة، من أول مفاوضات الكيلو 101 عد السويس، أما كان العدو بقول العدو ساعتها الإسرائيلي على وشك دخول القاهرة، لغاية مفاوضات طابة والتحكيم على كيلو متر مربع واحد. هذه خبرة طويلة جدا. وخدنا أيضا مصر خاضت كل الحروب الإسرائيلية على غزة، مصر اللي خاضت مفاوضاتها وأنهتها، وبالتالي في خبرة ضخمة جدا. كمان مصر جربت الحروب
ودفعت بشرف عن أرضها ودفعت بشرف عن يعني لغاية ما حررتها وشهدائنا بالآلاف في مصر. الخبرة دي هي اللي تطلع ده في الآخر. ده مش محتاج شهادة من حد، ده محتاج تعامل معاه. لو مش موجود حاجة جد محدش هيتكلم معاه. الطرف الأمريكي طرف الدولة الأكبر في العالم سياسيا وعسكريا بدون شك، مش هتتعامل مع أشياء صغيرة، أشياء لا تحقق هدف. لكن الاقتراح المصري كان ده، مصر اقتراحها وده واضح في جميع البيانات المصرية. نعم، إيقاف وفور إطلاق النار ده هدف معلن منذ البداية، دخول المساعدات، عودة النازحين، نكمل ونقول وحل الدولتين. اللي طرحها مصر المرة دي مش حل تكتيكي للمعركة أو للحرب اللي في غزة، هي طرح بداية أولا إيقاف كل ما هو تكتيكي وعملياتي عسكري مع الوصول إلى ما هو سياسي اللي هو حل الدولتين. موقف مصر ده موقف يجب أنه إحنا المصريين بمختلف اتجاهاتنا بمختلف آرائنا في اللي بيحصل نحافظ عليه، لأنه مصر طول الوقت هدفها الرئيسي واضح، الحفاظ على المصالح الفلسطينية الشقيقة والمصالح المصرية. نعم. لم تقل شيئا غير هذا. اللي يعتقد أنه المصلحة مصر في المنطقة دلوقتي منفصلة عن القضية الفلسطينية يرجع لكلام رئيس الجمهورية أن إحنا لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية. موقف مصر في التفاوض إسرائيل عارفة كويس جدا يعني أنه الموقف المصري في الآخر بيسعى لمصالح الأشقاء لمصالح الحق. إحنا بنتكلم عن شعب مدمر له 75 سنة، احنا ناسيين ان الشعب الفلسطيني ده 12-13 مليون بني ادم، 13 مليون منهم 7.5-8 في مخيمات او في العالم في الشارع، والباقي اما تحت الاحتلال جوه الاراضي المحتله في ضفه وغزه او اقليه موجوده داخل دوله اسرائيل محكوم عليها بانها بتعامل معامله الفصل العنصري. مصر مش بتقول شيء يعني اخترعته، مصر متسقه مع تاريخها. الرئيس السيسي متسق مع تاريخ بلده، متسق مع تاريخ الجيش المصري، متسق مع طروحات الشعب المصري، متسق مع تضحيات الشعب المصري، وبالرغم من كده بيخوض تفاوض ناجح جدا مع طرف اخر كان اخر بالنسبه لنا ولا زال اخر، لكننا بنعرف نتفاهم معاه من اجل المصالح الاساسيه للشعب الفلسطيني. نعم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الكبير الاستاذ ضياء رشوان، شرفتنا ونورتنا كالعاده، واشوفك ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. اشكر حضرتك جدا. شكرا ليك وبشكر حضراتكم واشوفكم مره تانية في حديث الاخبار. خليكم دايما مع اكسترا نيوز. الى اللقاء.